بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مشوارنا بموضوع محاسبة البنوك وننطلق إلى الوحدة الخامسة المتعلقة بالوداع. شباب، إحنا قلنا إنه الوديعة هو مبلغ من المال يقوم العميل بإيداعه في البنك لعدة أغراض، إما الاحتفاظ به فهو حساب جاري، أو لغرض حصول على عائد، وهي بتكلم هنا عن 3 أو 4 أو 5 أنواع من الودائع. إذن النوع الأول ودائع جارية بدون، هنا بغرض الاحتفاظ بها بدون عائد مالي أو فوائد على الوديعة، ولكن الفوائد هنا بتكون غرض تنشيطية. فهنا بكون عندي حسابات جارية فقط لا غير، وهذا موضوع أخذناه في قسم الحسابات الجارية. الحين في عندي ودائع توفير، أو حتى نبدأ في عندي ودائع لأجل، في عندي ودائع بإشعار أو بإخطار، وعندي ودائع توفير، وفي عندي ودائع استثمارية. هذا عبارة عن شهادات يقوم البنك بإصدارها أو الشركات بإصدارها، ويقوم العميل أو الجمهور بشراء هذه الشهادات، تمام؟ ويحصل في آخر النهار، آخر السنة أو آخر مدة على عائد محدد، تمام؟ ما لناش النوع هذا إلا هنا في الأنواع هذه. ودائع الأجل، هذا ودائع أنا بتفق مع البنك، يا بنك أنا بدي أحط عندك وديعة، أودع عندك وديعة، الوديعة هذا مدتها حددنا فيها شرط، حددنا تم تحديد المدة، اشتراط هذه المدة، المدة معينة غير قابلة للكسر أو إلغاء المدة، يحصل على فوائد عالية، تمام؟ ودائع بإشعار نفس الشيء، تم تحديد المدة، ولكن هناك مرونة في موضوع كسر أو استرداد الوديعة. متى يتم استرداد الوديعة؟ يتم من خلال بشرط إشعار البنك قبل الكسر أو استرداد الوديعة بمدة، قبل أسبوع، شهر، 10 أيام، حسب تروح تقبل البنك، البنك أنا بدي وديعتي، فبقوم البنك بإيش؟ أخذ بعين الاعتبار إن هناك أموال، هناك ودائع سوف يتم استردادها، فبكون هنا عامل حسابه في موضوع هذه الودائع. ودائع توفير، وهي ودائع لصغار المدخرين لتشجيعهم على الاستثمار أو على تشجيعهم على الادخار، ولما تكون أنا عندي مدخرين صغار 1,000,000، خاصة دولة يكون فيها 100 مليون زي مصر، بس أنا بتكلم عن 50 مليون نسمة دولة ودائع صغيرة، كويس؟ فهذا يعتبر ثروة بالنسبة للبنك، تمام؟ طبعا هنا هذا عالية، هذا وسطة، أقل شيء هذه فوائد، أقل نسبة فوائد. طبعا هنا فوائد التوفير هذه تكون صغار للمدخرين، والفوائد المتحصلة قليلة نسبيا من فوائد متعلقة بودائع الأجل ودائع الإشعار، تمام كده؟ ويستطيع المدخر أن يقوم بسحب قيمة الوديعة وقت ما شاء، ولكن بشروط وترتيبات معينة لازم إنه البنك يلتزم بها والمودع إنه يلتزم بها. هناك شروط تختلف من بنك لبنك، ولكن الآلية إنه الودائع هذا مشروطة بمدة، تختلف حسب نوع الوديعة والشروط المتعلقة بالوديعة، وتختلف باختلاف إيش نسب ال نسب الفوائد، تمام كده؟
هذا في موضوع الودائع. طيب الحين الوديعه، لما انا بدي اتقدم للبنك بطلب بفتح حساب وديعه، فانا اروح على البنك على موظف واطلب منه فتح وديعه، حيعطيني طلب ابلكيشن، هروح اعبي بياناته بالكامل، وبناء على اتفاق وبناء على الشروط اللي بينا في الشروط المتعلقه بالوديعه، وفي الاخر بوقع على الكتاب على الطلبيه، يتم فتح الوديعه، فتح حساب وديعه الي. وبعد ما يتم فتح حساب وديعه، استطيع ان اروح اودع المبالغ المتفق عليه. دور البنك انه يقوم بحساب الفوائد. طبعا البنك احيانا بيحسب الفوائد شهريا، كل شهر بيحسب الفوائد المستحقة على البنك لصالح العميل المودع، تمام؟ وهذه المدة بروح بجمع هذه الفوائد وبعطيها لمين؟ للعميل حقه في متعلق بالمدة اللي انقضى فيها الوديعة لدى البنك. زي ما البنك بياخذ فوائد لما بيقرض، كمان هو بيعطي فوائد لما يقترض بصوت ودائع، تمام؟ طيب بعدين ضل هنا دور القسم انه يقوم باجراءات المحاسبيه، المعاليات المحاسبيه، تنظيم المستندات ورفعها الى قسم الحسابات لتدقيقها، ثم اثبات العمليات في دفتر اليوميه العامه. طبعا هنا كل العمليات بنثبتها هي عمليات في دفتر اليوميه العامه، تمام؟ تمام. اول شيء هم انا عندي بالنسبه للمعالجه المحاسبيه بسيطه جدا، مش عندي كتير، عنده أربع قيود أساسية، تعال نشوفها. عنده إيداع مبلغ الوديعة، طبعا نذكر إيش اسم الوديعة، وديعة لأجل، وديعة بإشعار، وديعة توفير، حسب. فبنقول من حساب الخزينة أو حسابات جارية، حسب كيف أنا أودعت. ممكن أنا أودع نقدا، ممكن أودع تحويل من حساب جاري، ممكن توديع إيداع مبلغ في حساب الوديعة من حساب جاري إلى حساب ودائع، ودائع توفير، ودائع لأجل، ودائع بإشعار، حسب نوع الوديعة. ودائع توفير لأجل، بأجل، إشعار، حسب نوع الوديعة. يقوم البنك احتساب الفوائد شهريا، اسبوعيا، حسب انهم انا في عندي في الاخر. يقوم البنك باحتساب الفوائد، اذا من حساب فوائد ودائع، فوائد على، فوائد على ودائع مسميها ودائع الاجل، ودائع توفير، ودائع اشعار، الى حساب فوائد مستحقة. طب ليش قلنا إلى حساب فوائد مستحقة؟ أنا محاسبياً أنا لازم أثبت المبالغ المستحقة على المنشأة لصالح الغير، ولكن قصة استلام وتسليم وانتهاء الوديعة ماليش فيها لهذا الوقت. أنا بثبت المبالغ المستحقة على المنشأة للغير، أثبتنا فيها قيمة المصاريف اللي على المنشأة، واثبتنا التزام المنشأة فيما يتعلق بالفوائد المستحقة للمودع، سواء شهريا او حتى نهاية السنة. لما انا بدي ارد الوديعة، المفروض انا ارد الوديعة مع فوائدها، فبقول من حساب عند رد الوديعة بفوائدها، باش اقول من مذكورين حساب ودائع لاجل، ودائع الاشعار، من حساب فوائد مستحقة الى حساب ايش؟ الى حساب الخزينة او حسابات جارية، حسب انا كيف انهيت من حساب الوديعة، هل انهيت منها نقدا ولا حطيت المبلغ
في الحساب الجاري العامي. حسابات جارية. إما حسابات جارية أو إذا أخذ المبلغ نقداً فبقول إلى حساب الخزينة. هاي عندي استلام الوديعة، احتساب الفوائد، سداد قيمة الوديعة مع فوائد. بس خلصنا. تمام؟ تمام. هاي أربع قيود، ثلاث قيود. ضل عندي لو أنا خلص نحن خلاص هاي ثلاث قيود أساسية وخلاص بدناش نتشعب. وفي المسألة في التمرين بنحاول إيش نشوف وين في عندي قيود ثانية ونضيفها. تمام هيك؟ إذا هاي أول قيد احتساب الفوائد، هاي واحد من احتساب الفوائد، والحالة الثالثة رد الفوائد. تمام هيك؟ تعال نشوف نحن المثال ونشوف على الرد كله. طبعا هنا في عندي تمرين، تمرين صفحة 113. ايش بيحكي التمرين؟ بيحكي اوضع احد العملاء مبلغ 50,000 دينار. كم المبلغ؟ 50,000 دينار في حساب جاري، حساب وديعة لأجل، وديعة لأجل. المدة على أن ترد بعد المدة، إذا المدة هنا 9 شهور، على أن ترد بعد 9 شهور. مضافة إليها الفوائد المستحقة، معدل الفوائد، معدل الفائدة 8.5 7.5%. طبعا هنا الوديعة تاريخها 1/1، مهم التاريخ. الرد حيكون، الرد بتاع حيكون 1/10. تمام. نفس قام البنك في آخر مدة، قام البنك رد الوديعة مع فوائدها. تمام هيك؟ وتعال نحل حسب السؤال، حسب القيود الموجودة عندي ونشوف كيف. أول حاجة عند استلام الوديعة بنقول من حساب الخزينة إلى حساب ودائع لأجل، من حساب الخزينة إلى حساب ودائع لأجل. إذا بقول هنا من حساب الخزينة إلى حساب ودائع لأجل، وبنقول عندي مبلغ 50,000. تمام هيك؟ تمام. طبعا في نهاية المدة المفروض البنك يقوم باحتساب الفوائد. حساب ايش؟ الفوائد. يعني المفروض هنا في 1/10 يقوم البنك باحتساب الفوائد المستحقة لصالح المودع. فحيقول 50,000 نضربها في 9/12 ضرب 7.5 على 100، وبطلع عندي القيمة. ولو حسبنا القيمة تطلع عندي، فلو حسبنا بطلع عندي 2812. إذا أنا عندي قديش كم قيمة الفوائد؟ 2812. طبعا هنا تم حساب الوديعة، وصاحب الوديعة حيسترد وديعته مع المبلغ بالكامل، مبلغ الفوائد بالكامل. فهنا حيسلم وديعة الأجل، بائع الأجل حيسلم 50,000، وهنا الفوائد المحتسبة. طبعا هنا شباب حسبنا الفوائد المحتسبة كتبناها من حساب فوائد على الودائع إلى حساب ودائع الأجل إلى حساب ايش؟ فوائد محتسبة، لأني حسبتها وما بعرفش متى العميل بده يجي يستلم وديعته. كويس؟ فأنا لازم أعمل هيك، وأنا كمحاسبيا أثبت المستحق على المنشأة، وبعدين قصة ايش؟
الرد ما ليش علاقه به، طالما انه المده الوديعه انتهت فيفترض انه المحاسب او نظام المحاسبه لوحده يقوم باحتساب قيمه الايش الفوائد واثبات المبلغ المستحق على البنك لصالح العملاء، وبعدين لما يجي العميل يسحب وديعته في كل حال يصير حديث. فهنا اجى المودع استلم وديعته واستلم المبلغ، فالمبلغ كل المبلغ استلمه 52812. وهيك قد انهينا المثال التمرين الاول صفحه 113.